والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم. هذا هو في الحقيقة المعيار الصحيح لمعرفة الإسلام الذي تم على في عرفات، تم وعالنا الله تبارك وتعالى على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم في عرفات، هو الإسلام الذي كان عليه صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولزوم الجماعة يعني نلتزم بما كانوا عليه هم رضوان الله عليهم أجمعين، وقد نوه الله تبارك وتعالى بهم فقال: فإن آمنوا بمثل ما آمنتم به فقد اهتدوا وإن تولوا فإنما هم في شقاق. كذلك قال الله تبارك وتعالى: ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هم المؤمنون الأولون، الصالحون الأولون، صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم قطعا، وليس المؤمنون إلى يوم القيامة الذين يأتون وهم في فرق مختلفة وعقائد مختلفة، فهل يقال إن المؤمنين هم الشيعة وإن المؤمنين هم أهل السنة ومن أهل السنة من الأحزاب المختلفة والطوائف المختلفة؟ لا أبدا. أنا من يجب أن نكون نعرف أن المؤمنين هنا هم أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم، فنبحث ما كان عليه. هم الذين أرسلوا أو وصلوا إلينا هذا الدين المتين، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم عن جبريل، وجبريل عن الله عز وجل، والصحابة عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم.